يا بنتي. احنا جينا النهارده نسمع كده قصه كفاحك. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ربنا واقف جنبي وساعدني في تربيه اولادي. زوجي جات له جلطه بقاله فتره كبيره قوي، والحمد لله ربنا كرمني وعني وكافحت ووقفت مع جوزي في الفتره اللي هو مريض فيها. يعني كم سنه جوزي؟ بقاله 15 سنه، بس هو من قبل يعني احنا انا يعني اتولدت يتيمه، وربنا رزقني بثلاث بنات في الاول، فما حبيتش اهينهم، فكان نفسي اعلمهم تعليم كويس واربيهم تربيه كويسه واكرمهم زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال. فكافحت مع جوزي الحمد لله وهو سليم، وبعد لما جات له الجلطه بقاله 15 سنه كافحت لوحدي، وربنا كرمني الحمد لله اخر كرم، يعني اداني اكتر من ما استحق، كرمني وعلمتهم تعليم علي كلهم الحمد لله، الاربع اولاد، وزوجت منهم الثلاث بنات، فضلت شله الولد، والحمد لله مش طالبه من ربنا اكتر من كده. كافحتي وشقيتي عليهم كام سنه؟ يعني هقول لك ايه، عمري كله الحمد لله. عمري كله الحمد لله. الحمد لله. انا من يوم ما اتولدت وانا بكافح مع نفسي كده، لان والدتي توفت وانا عندي 4 سنين. كنت يتيمه؟ كنت يتيمه الام، وبعدين جيت عشت معاها مع عمتي الله يرحمها، ربت فيا حاجات حلوه كتير قوي، ربنا يرحمها الله يرحمها لها، ليها الفضل عليا هي واولادها. بس ربنا كرمني بقى زي ما بقول لك كده، هو اتحبيت ان انا اكرم ولادي وما هينهمش زي ما انا اتهنت وانا صغيره، يعني برضه انت عارفه اليتم ده بيبقى حاجه ثانيه، فما حبيتش بقى ان انا يتم عيالي وانا عايشه ولا ابهدل عيالي وانا عايشه، فكافحت مع جوزي الحمد لله رب العالمين، ولما كرمه ربنا وجات له جلطه بقى له 15 سنه كملت لوحدي، وربنا عني الحمد لله عندي دراسه ما شاء الله، بكالوريوس خدمه اجتماعيه وعبير تربيه وغدا تعليم فوق المساواه سنتين، واحمد دبلوم تجاره، والحمد لله ربنا كرمني اخر كرم، اخر كرم ان انا جوزت البنات بفضله سبحانه وتعالى وكرمه وبنعمته عليا الكبيره، ما كنتش اتمنى اكتر من كده، وهو اداني اكتر ما استحق. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ام رشا احنا النهارده جايين نفرحك وجايبين لك عمره هديه. يا حبيبتي ربنا يجازيكي خير، ما هي دي اللي انا كنت بتمناها بقى، واموت هناك يعني اموت في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، فيعني ربنا يا رب يجازيكوا خير ويكرمكم كده، ويعني حققتوا لي حاجه بقى كان نفسي فيها، وبعدين اموت هناك بقى، وتقولوا بقى ان الست اللي جبتوها دي ماتت هناك زي ما هي بتتمنى. ان شاء الله ربنا يكتب لنا كلنا نموت وندفن هناك، بس المره دي تروحي وتيجي بالسلامه. يا رب يبارك لك يا بنتي، جزاك الله كل خير، ربنا يكرمكم يا رب. دي كانت امنيتي من زمان، وحتى عندي بنت من البنات الثانيه في الترتيب، تقولي يا ماما الحاجه الوحيده اللي هتبقى مطمنانه عليكي بقى ان انت تموتي في بلد الرسول عليه الصلاه والسلام. فيعني دي امنيتي من زمان قوي، وربنا ربنا يجازيكم خير ويكرمكم، ويعني انتوا جايبين لي احسن هديه كمان انا برضو ما استحقهاش. لا انتي بشقاكي وتعبك ربنا بيطبطب عليكي وبيكرمك. يا رب يبارك لك، يا رب يبارك لك ويجازيكم خير. ان شاء الله نطلع مع بعض العمره، وتروحي الكعبه وتعملي العمره وتشربي زمزم وتدعي، ونروح نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. من ربك سبحانه وتعالى، والله دي نعم من عند ربك سبحانه وتعالى، انا ما استحقها والله، دي دعم كتير قوي عليا كمان عمره، يعني ده انا كنت بقول انا جوزت البنات انا مش عايزه حاجه تانية يا رب غير عمره واموت عندك، فيعني سبحان الله الحمد لله. ربنا يديك الصحه ويفرح يا رب، يكرمك ويبارك فيك ويجازيكي خير يا حبيبه قلبي، ويكرم يا رب اللي طلعني كده، ربنا يخلف عليه ان شاء الله، ربنا يخلف عليه ان شاء الله ويكرمه خير ويجازيه خير يا رب، والحمد لله. الله يبارك فيك يا حبيبي. أم رشا ألف مبروك العمر. الله يبارك فيك ويكرمك يا رب ويجازيك خير يا رب، ويجازي يا رب كل 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 من ساهم بكلمة بس حتى في كل ده، ربنا يا رب يديله خير الجزاء. أم رشا طبعا كانت معانا من اللي فازوا في شهر رمضان اللي فات من عمرات R&K نعيمة كامل. احنا طبعا مبسوطين انك موجوده معانا، وعايزاكي تقولي لنا كده شعورك ايه لما كنتي في الكعبه ولما زرتي النبي صلى الله عليه وسلم. ما توصفش، ما تقدرش توصفي ابدا، ما كنتش احلم ان انا ابقى في المكان ده، ما كنتش احلم ان انا اخش مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، ما كنتش احلم ان انا اقعد في المكان ده وادعي لامه محمد كلها، ما كنتش احلم،
يعني ما كنتش حلم انها تتحقق كمان بدري كده. يعني انا كنت ممكن بتمناها، بس كنت متخيله انها لسه قدام، ممكن ما الحقش واموت قبل ما اعملها، لكن ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين. بس كان نفسي بقى يعني ترجعوا من غيري، بس شكلها مش هتنفع المره دي. لا ربنا يديك الصحه وطول العمر. ربنا يبارك فيك. كان نفسي اموت وتدفنوني هنا بقى، ويبقى يعني هي دي الختمه اللي بتمناها طول عمر. ربنا يكتبها لك بعد طول عمر ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويصلح حالك يا رب، انت وكل اللي ساهم في كل ده، وربنا يخلف عليكم جميعا يا رب، يخلف عليكم في صحتكم وفي عافيتكم وفي اولادكم وفي مالكم وفي حالكم كل حاجه في كل حياتكم كلها يا رب. جزاك الله كل خير. مبروك يا حبيبتي، ما تعيطيش، افرحي. يا احلى من الاحلام، فين الجا زيك فين؟ فين الجا زيك فين؟ مكة يا نور العين، يا اول الحرمين، منك يا مهوى الروح، في الدنيا ما في اثنين. جيتك بغمضة عين، يلي هواكي غير واللحظة فيكي خير، لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين، مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، يا ما في اثنين. جيتك بغمضة عين، مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح، في الدنيا ما في اثنين. شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين، زمزم ويا محلى الله عليها الله، والكعبة بيت الله، شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين، مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح، في الدنيا ما في اثنين. هذا البرد